السلام عليكم حبايبي واصحابي. الاستاذ تامر امين اللي عمال بيشتم في الصعايده، هو ما يعرفش ان مصر كلها اصلها صعيدي، ما يعرفش ان الفراعنه قدماء المصريين كلهم كانوا مقيمين في الصعيد، ما يعرفش ان اجداده واجداد اجداده واللي مخلفينه صعايده، يعني الام الصعيديه اللي هو عمال بيشتم فيها وعمال يقول خدامين وخدمات والكلام اللي ملوش لازمة، الكلام الفارغ بتاع انسان مهزأ مش محترم، دولت اهله ودولت اللي مخلفينه ودول اصله، واللي ينكر اصله يبقى انسان قليل الاصل وواطي وما يستاهلش انه يعيش حياة كريمة زي اللي هو كان عايشها. شكرا وشكرا جدا على قلة الاصل، واحنا مش مسامحينك وعايزين القضاء العادل يورينا فيك يوم. اسفين للصعايدة، اسفين للرجالة الجدعان قوي اللي هو ما يعرفش قيمتهم، اسفين للناس الاصيلة الطيبة، الناس اللي بتتجند في الجيش وبتحميك انت واهلك وانت والناس اللي حواليك. حسبي الله ونعم الوكيل في اي انسان يغلط في المحترمين الصعايدة. شكرا يا حبايبي.